وجهك محمد. لمين؟ نواف؟ طيب دقيقة دقيقة. هدية مقدمة من الأخ بندر رد الجابري للعريس نواف رد الجابري. هدية مقدمة من الأخ منير رد الجابري للعريس نواف رد الجابري عبارة عن سيوف. بيض الله وجهك يا منير. عبد الكريم سعد. بيض الله وجهك يا بندر. تستاهل يا نواف. ايضا هديه من احمد عيض الجابري للعرسان عبد الكريم وسعد صالح الجابري عباره عن اثنين مسدسات ربع بكامل ذخيرتها. تستاهلون. بيض الله وجهك يا احمد. بيض الله وجهك يا احمد. ايضا هنا هديه خاصه من الأخ محمد حميد الجابري عبارة عن تكريم للشيخ طوير رازق الجابري وهي عبارة عن سيف. نترككم الآن. مشكور يا محمد حميد، والله يعطيك العافيه ان شاء الله ويبيض وجهك ولاقك لنا ان شاء الله على الرد المعروف، وانت وافي من رجال وافين وتصبح على خير. نترككم الان مع شيلة مهداه من ابناء خامس الحميري للشيخ طوير بن رازق الجابري. يلا الصف الصف يا رجال. امسكوا الصف يا شباب. قوافي مؤسسة قوافي الإعلامية للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم كلمات الشاعر أحمد بن عبد الله الذبياني آداء طراد بن حسان. المواقف والمذاهب والجمايل تنتظر رجل المهمة الصعبة شيخ داع طيبة مثل بوف وزق
ننسى جلال شيخ ذا عطيبة. والتحية عدهم على المخايل والصلاة على الحبيب اللي بطيبة. والصلاة على الحبيب اللي بطيبة. قوافي مؤسسة قوافي الإعلامية للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم كلمات الشاعر أحمد بن عبد الله الذبياني، أداء طراد بن حسان. المواقف والمذاهب والجمايل تنتظر رجل المهمة الصعيبة، والمدايح والقصايد والمثايل ما تساق إلا لشيخ ذا عطيبة، مثل طوفة وزقيد وما القبايل شيخنا الليلة المهمة نعتزيبة، شيخنا الليلة المهمة نعتزيبة. المواقف والمذاهب والجمايل تنتظر رجل المهمات الصعيبة، والمدايح والقصايد والمثايل ما تساق إلا لشيخ ذا عطيبة، مثل ضوف وزقيد وما القبايل شيخنا الليلة المهمة نعتزيبة. هم ويرد بداف القوم عايل سيف عدل يلين الروس الصليبة، لان خيط يسرج الخيل نصايل عاصب الراس على عز وهيبة، سير التهمي شرق نجدل يا محايل تشهد على طيبهم شايخ عتيبة. والخطر تلقى قعود وظهر حايل ضيفة ما هي على مثل غريبة، أكرم من الحاتمي اللي بحايل سعد ربع في البعيدة والقريبة. منزله ديوان العيال الحمايل شيخنا يخلص طليبا من طليبة، دون ربع والمذاهب والفضايل يدفع اللي في حساباته وجيبة. مقعده محجوز بصفوف روايل دايما ياخذ من الطيب نصيبة، ما بنا مجده على الجدر المهايل ما بناه الا علم ذهب عريبة. والحمير لا كثر قيل وقايل والدهم لا جد تحدي عن كتيبة، لبس بوف ووزع شمس القوايل ما يجي في صفهم شك وريبة. والمدايح يا مطاني خلق بايل ما تساق الا لشيخ ذا عطيبة. والتحية عدهم على المخايل والصلاة على الحبيب اللي بطيبة. المواقف والمذاهب والجمايل تنتظر رجل المهمات الصعيبة، والمدايح والقصايد والمثايل ما تساق الا لشيخ ذا عطيبة، مثل ضوف وزقيد وما القبايل شيخنا الليلة المهمة نعتزيبة. هم ويرد بداف القوم عايل سيف عدل يلين الروس الصليبة، لان خيته يسرج الخيل نصايل عاصب الراس على عز وهيبة، سير التهمي شرق نجدل يا محايل تشهد على طيبهم شايخ عتيبة. والخطر تلقى قعود وظهر حايل ضيفة ما هي على مثل غريبة، أكرم من الحاتمي اللي بحايل سعد ربع في البعيدة والقريبة. منزله ديوان العيال الحمايل شيخنا يخلص طليبا من طليبة، دون ربع والمذاهب والفضايل يدفع اللي في حساباته وجيبة. مقعده محجوز بصفوف روايل دايما ياخذ من الطيب نصيبة، ما بنا مجده على الجدر المهايل ما بناه الا علم ذهب عريبة. والحمير لا كثر قيل وقايل والدهم لا جد تحدي عن كتيبة، لبس بوف ووزع شمس القوايل ما يجي في صفهم شك وريبة. والمدايح يا مطاني خلق بايل ما تساق الا لشيخ ذا عطيبة. والتحية عدهم على المخايل والصلاة على الحبيب اللي بطيبة. والصلاة على الحبيب اللي بطيبة. عافية. سم يا ابو رامي، يا ابو رامي سم، امسكوا الصف يا شباب،
يلا خلونا المنصة وامسكوا الصف. تفضل يا برام. دق الزير يا ولد، دق الزير. مساكم الله بالخير جميع. عندنا مشاركة ونقول العريسين مبروكين وجمعهم الله في خير وعساهم رزة خير في الغرامة والله يبارك لهم. مساكم الله بالخير جميع. عندنا مشاركة ونقول العريسين مبروكين وجمعهم الله في خير وعساهم رزة خير في الغرامة والله يبارك لهم ويبارك فيهم. عندنا واجب 16,000 من آل عابد، والمعذرة إن كانت قليلة فتستاهل ونشكر، وإن كانت وافية بالعافية. معذورين مشكورين، بيض الله وجوهكم وانتم أهل الوفاء. شهد انك تستحق الهديه يا طوير، معرفه من عهد رازق ومن جدك فرس، يوم ربعك قدم البندقيه والحزامي، شيختك بالفعل ما خدتها بالواسطه. اشهد انك تستحق الهديه يا طوير، معرفه من عهد رازق ومن جدك فرس، يوم ربعك قدم البندقيه والحزامي، شيختك بالفعل ما خدتها بالواسطه. We'll be right back.
الشاعر يرد في القصيده ما يشب عيده. لا 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 شهد انك تستحق الهديه يا طوير، معرفه من عهد رازق ومن جدك فرج، يوم ربعك قدم البندقيه والحزام، شيختك بالفعل ما خدتها بواسطه. يا لا 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 يا لا 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 الصقر لو حام في الجو مطر الطوير، يا الله اني طالب يا الله اني اطلبك عجل علينا بالفرج، يا الله اني اطلبك عجل علينا بالفرج، هب لنا من كل ما نحضره ستر وحزامي مثل ما يقولون خير الامور الواسطه. يا لا 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 الصقر لو حام في الجو مطر الطوير، يا الله ان نطلبك عجل علينا بالفرج، هب لنا من كل ما نحضره ستر وحزامي مثل ما يقولون خير الامور الواسطه. عشت يا فواز والله يديمك يا سعود، يوم قدمتم هدايا لشيخ وراس قوم، وانت تستاهل جزيل العطايا يا طوير، ورسول الله صلى عليه الله وسلم الهدايا في كتاب السنن وصابها. Thank you.
المكبرات نبغى نسمع، نبغى ابغى صوت يدوي في الاذن. يا لا 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 عشت يا فواز والله يديمك يا سعود، يوم قدمتم هدايا لشيخ وراس قوم. انا ما قصدت يا جماعه، نحن جايين بكسوه يا جماعه وجايين وانتم ما يحتاج، كل ما قلنا قصيده ما تحتاجون تكسونا، والله ثم والله ما مدحنا علشان شيء ناخذه والله. الله يسلمك. يا لا 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 عشت يا فواز والله يديمك يا سعود، يوم قدمتم هدايا لشيخ وراس قوم، وانت تستاهل جزيل العطايا يا طير، ورسول الله صلى عليه الله وسلم الهدايا في كتاب السنن والصلاة. لا 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 يا عايض مثالك أن المحبة والسعود ميتا تبنى على الصدق ما تروى سقوم، الصداقة ماك زدنا مبانيها طير، خلى ناس يوم رد التحايا ما تسلم، ليت ندري يا طويل العمر والسلام. يقول كلان معه صورة في جيبه وصل، كلان معه صورة في جيبه وصل، والمال يرجع والعمر ما يعود، الشيخ ابو فواز راعى المعارف نتعد خنمه فنتعظى.
كان معصورة في جيبه وصل والمال يرجع والعمر ما يعود. الشيخ ابو فواز رعى الشيخ ابو فواز رعى المعارف لا تعد خنمه وبنتعذر. صورة وجيبه وصل كلان معصورة في جيبه وصل والمال يرجع والعمر ما يعود. الشيخ ابو فواز رعى المعارف نتعد خنمه وبنتعذر. كل ضيف وصل اللي وصل حسب الطلب والوعود. كل القبائل جت وكل المعارف واللي وصل هالكرت ما يعذر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أولا نهني العرسان ونقول لهم كما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. ثانيا عندي هدية محمل بها أمانة للعريس نواف رد الجابري من أولاد عمه أحمد مقنع الجابري وعابد عبيد الجابري، وهي عبارة عن سيف وشنطة نخبة العود. بي الله وجوهكم وبيضان ولا قصرتم، والله يعطيكم العافية إن شاء الله، وحياكم الله وحيا ما جبت. أقسم بالله انفجعت عبيد. تستاهل يا أبو رد. إي صبوا صبوا ما أحتاج اخوان صح مولد. روح ابو فيصل
انها لا سمحت لهم اعمالهم يجون، ولا كانوا المفروض انهم يقدمونها بايديهم، ولكن يعتذرون ويقدمون لك التهاني. وبارك الله لكم جميعا. معذورين وبيض الله وجوهكم، حاضركم وغايبكم، ولا جاء منكم قصور. وانتم ما ادري الصوتيات هذه تعبانه ولا الصوت اللي تعبان. لا 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 نخبات رجال العاصفه والطواري هيباه على الدوله وحدانها. يستحق السلام، سلام على اللي يستحق السلام. انا ابغى الصف يشيل القصيده، الصف المتحرك ما ابغى. سلام يا من يستحق السلام، من صابه الضيفان واهل المقام. يا الشيخ ابو فواز جنبك رجال، كيف الحميري مثل صم الجبال. رداه ومرزوقه لجبرا وشور، وصالح ابن قدير سيفان شهور. الليله على القاله تجبروا، وعلى الخسائر ما دروا ما دروا. كل أهل جل فرساننا الأربعة، أغلى الثمن لعيونهم ندفعه. إثمان بن مرزوق سيف الدول، والشاه ما نواف بن رده بطل، وسعد واخوها الشهم عبد الكريم، عيال صالح والنعم بالزعيم. نخبة رجال العاصفة والطواري هيبة على الدولة وحدانها. يستحق السلام. واحد منكم يا بني مالك يقول سلام يا من يستحق السلام، لنصابها الضيفان واهل المقام. يا الشيخ ابو فواز جنبك رجال، كيف الحميري مثل صم الجبال. رده ومرزوقه لا جبرا وشور، وصالح ابن قدير سيفا شهور. الليله على القاله تجبروا، وعلى الخساره ما دروا ما دروا. كله لاجل فرساننا الاربعه، اغلى ثمن لعيونهم ندفعه. عثمان بن مرزوق سيف الدول، والشيء الشهم نواف بن رداه بطل، وسعد واخوها الشهم عبد الكريم، عيال صالح والنعم بالزعيم. نخبه
نخبة رجال العاصفة والطواري هيبة على الدولة وحتى